وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في صلاة العيدين، قد انتهى الحديث فيما تقدم حول ما ذكره المصنف من أن هذه الصلاة تصلى جماعة وتصلى فرادى، وأن لهذه الصلاة خصوصية من هذه الجهة فيما إذا صليت بلا وجوب، أي في زمن الغيبة، يعني صليت على أساس الاستحباب. وفي مثل هذه الحالة خصوصيتها من ناحية عدم اعتبار وجود فاصل بين صلاة وصلاة. ووقع الكلام أنها في حالة الاستحباب تبقى يعني مخيرة بين طريقتين، بين أسلوبين، بين كيفيتين، جماعة وفرادى، أو لا، كما أشار بعضهم إلى أنها لا تصلى إلا فرادى. ووقع الكلام آخرا فيما لو كان هناك فوات لهذه الصلاة لعذر ولغير عذر، هل تقضى أو لا تقضى؟ وقع كلام، قيل كما قال المصنف بأنها لا تقضى باعتبار وجود نص في ذلك، وقيل تقضى كما هي، وقيل تقضى أربعا مفصولة وقيل موصولتان. والشارح أشار إلى أن هذا التوجه ليس صحيحا، أي تقضى موصولة باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ما أخذه رواية فيها كلام، وكما عبر عن ذلك بأنها يعني كلام ضعيف المأخذ، يعني ضعيف السند، يعني ضعيف المستند. ثم أشار بعد ذلك إلى ما يستحب في هذه الصلاة وهو الإصحار بها. طبعا كلمة الإصحار هي تأتي بمعنى الإعلان، تعني تأتي بمعنى الإظهار، وتأتي بمعنى لعله الخروج إلى الصحراء، من الخروج إلى الصحراء. طبعا بعد بحسب سياق الكلام يفسر كما يقال، يفسر النص. فالإصحار كما يقال أصحر فلان مثلا بكلامه، يعني أعلنه، أو يقال مثلا يستحب الإصحار في الصلاة الفلانية، يعني الخروج إلى الصحراء. في ذلك الزمن بعد واضح أن الخروج من البيوت كان يعني كما يقال الخروج إلى البيداء، الخروج إلى الأماكن التي هي ليست كما هو معلوم هي أماكن يعني كما يقال مدن بالمعنى الدقيق، وإنما هي يعني كما يقال فضاء يخرج الإنسان إليه. وقد ورد ذلك أن هذا الأمر مطلوب إلا في مكان واحد، إلا بمكة، فإنها في مكة يمكن أن يقال بأن المسجد أفضل من الإصحار. وقد ورد ذلك في الأخبار التي دلت على ذلك، ومنها ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مثقف ولا في بيت، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارد. أتوضح بأنه الهدف من ذلك أن تكون في مكان مفتوح، ولذلك في مكان بارد أو في صحراء. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنها المفروض أن تكون علنيتان، يعني بالنسبة إلى الناس. وأشار الشارح إلى أن ذلك اتباعا، طبعا هسه اتباعا أو تأسيان عبارتان يمكن أن يكون المقصود بهما واحدة، لأنه سواء قال اتباعا لفعل كذا أو تأسيا بفعل كذا لا مانع، لا فرق في ذلك من حيث المدلول. اتباعا أو تأسيا، يعني يوجد من فعل ذلك ممن يتبع، أو يوجد من فعل ذلك ممن يتأسى به ليكون أسوة أو يكون متبوعا. طبعا واضح، والذي يقوم بذلك من؟ والذي يكون متبوعا هو الذي يكون يعني فعله معبرا عن الشرع، فعله معبرا عن الكيفية الشرعية، وهو المعصوم سواء كان إماما أو كان نبيا. حيث ورد ذلك في رواية
وهي صحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء وقال: لا تصلين يومئذ على بساط ولا بارية. إشارة إلى أن المفروض أن تكون الصلاة خارج البيوت وخارج المدينة. قال: مع الاختيار للاتباع إلا بمكة فمسجدها أفضل. بعد لو كان الوضع طبيعيا فالمفروض ماذا؟ أنه يستحب ذلك. طبعا في حالة عدم الاختيار طب واضح أن هذا يعني أمر غير مطلوب. وأن يطعم، فهذا أيضا لأنه في أيام العيد لعله يوجد هناك يعني حالة طعام أو حالة أكل، لأنه في عيد الفطر وفي عيد الأضحى يستحب ذلك، ولكن هناك فرق بين العيدين. فإنه في عيد الفطر يكون طعامه قبل الخروج إلى الصلاة، وفي عيد الأضحى يكون بعد عوده من ذبح أضحيته، بعد ذلك يأتي. هذا بعد واضح أيضا. وهذا أيضا ماذا؟ أي هذا أيضا يعني ورد يعني عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث ورد أن في صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته. هذا يعني إشارة إلى فعل مطلوب. ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة. ثم قال: وكذلك نفعل نحن. هكذا يعني إشارة إلى أن هذا فعله، ونحن أيضا نلتزم بهذا الفعل، حيث قال: وأن يطعم بفتح حرف المضارعة، فسكون الطاء حرف المضارع المقصود الياء، ففتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم أن يأكل في عيد الفطر. يأكل في عيد الفطر بناء على التفريق بين العيدين، لأن أحد العيدين يأكل قبل أن يخرج إلى الصلاة، والثاني بعد ماذا؟ بعد أن يعود من أضحيته، يعني بعد عفوا بعد أن يعني بعد ذلك، ولكن من الأضحية، بعد ذلك من الأضحية، يعني بعد الصلاة ولكن من الأضحية. قال: في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة، وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته، يعني بعد عوده من الصلاة، ولكن الأكل ماذا؟ من الأضحية نفسها، بضم الهمزة وتشديد الياء. لأي سبب يفعل ذلك؟ قال: للاتباع، لأن عليا كان يفعل ذلك، وكذلك أولاده كما أشار إلى ذلك الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قال: للاتباع. حتى هنا قد يقال: ما هو الفرق بين هذا العيد وذاك العيد؟ يقول المصنف: والفرق لائح. فرق لائح يعني الفرق واضح. لماذا؟ باعتبار أن عيد الفطر هذا أمر من الظاهر أن الإنسان يفطر قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر، وبخلاف عيد الأضحى فإن الإنسان يذهب إلى الصلاة ثم بعد ذلك يضحي ثم يعود، فيكون أكله ماذا؟ بعد عوده من الصلاة. فيقول: للاتباع والفرق لائح، وليكن الفطر في الفطر. حتى هنا الفطر في الفطر يعني الأكل الذي هو يفطر به الإنسان في الفطر على أكلة خاصة وهو الحل. فقال: وليكن الفطر في الفطر يعني الإفطار في عيد الفطر على الحل. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن ذلك كما ورد في نص أو في نصوص وردت في هذه القضية، كما ورد في فقه الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام أو في الجعفريات، أن النبي كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات، يعني إما زبيب وإما تمر. وهكذا كما ورد عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يستحب الإفطار عليه في يوم الفطر الزبيب والتمر، هكذا، أو السكر لا مانع أيضا من ذلك. وقال:
للاتباع، لأن هذا ما لأن هذا هو الذي يعني أشير إليه في هذه النصوص. نعم، في هذه القضية لعل البعض أشار إلى أن الإفطار يكون على التربة، على التراب. يقول المصنف: الذي روي في هذه القضية هذا نص شاذ، وإذا لم نستطع حمله على محمل من المحامل فيمكن الإعراض عنه وطرحه، إلا أنه يمكن حمله فيحمل على العلة، لأن الإنسان ربما كان معلولا، فهذا المقدار من الضرورة ربما يكون مبررا، لأنه بالنتيجة أكل التراب في نفسه أمر محرم، وما أبيح من التراب من مثلا التربة الحسينية هذه الإباحة إباحة مقدرة بمقدار ومحددة بتحديد، هذا المقدار حالة من حالات الضرورة وليس حالة عامة. فإذا قيل بأنه يستحب فالاستحباب لا ينطلق مباشرة إلى الأمر الذي يكون حال ضرورة، وإنما يكون في الحالة الاعتيادية. فإذا أردنا أن نصنع جمعا بين هاتين الروايات، بين هاتين الروايتين أو بين هاتين الطائفتين أو بين هاتين الروايتين حتى يكون دقيق، فالمحمل أن الرواية الأولى واردة كما هو معلوم بكثرة وليس لها معارض كما يقال من حجمها بكمها، والرواية الثانية رواية شاذة، وهذه الرواية إذا حملت على محمل صحيحين فلا مانع من الجمع بينها وبين الروايات السابقة، وفي حالة عدم إمكان الجمع تطرح الرواية ولا يمكن ماذا؟ ولا يمكن الأخذ بها. لذلك قال: وما روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة، يعني التربة الحسينية المشرفة، محمول على العلة جمعا، وإلا يعني تطرح هذه الرواية باعتبار هذا الاعتبار أنه يوجد في قبالها روايات لو طبقنا كما يقال قانون التعارض بين الروايات وقلنا بأنه لا يمكن الجمع بينها، فمثل هذه الرواية ماذا؟ مثل هذه الرواية لا بد أن تطرح. فماذا لو قلنا بأنه يوجد بين هذه الرواية وبين غيرها جانب مشترك، حيث ورد في هذه الرواية كما ورد في خبر النوفلي: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر، فقال لي: جمعت بركة وسنة. حتى هنا هذه الرواية لعله إذا كان المقصود بالرواية الشاذة هذه الرواية، فهذه الرواية ربما كما يقال لا تدل على الاستحباب بصراحة، لا تدل على الاستحباب بصراحة، وإنما دلت على خصوصيات ما أفطر به في هذا اليوم. فالإمام عليه السلام لم كما يقال لم يدعه إلى إعادة فعل هذا الأمر، إنما وصف له ماذا؟ إنما وصف له فعله ليس أكثر من ذلك، إلا أن يقال بأنه لا، الإمام عندما وصف له هذا الفعل فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون هذا بيانا للاستحباب، فقد يجاب عن ذلك بأنه لا ليس بالضرورة ذلك، لأنه ربما كان ذلك المتكلم أي النوفلي ربما كان مصابا بعلة، فأراد من الإمام أن يعلم أنه في مثل هذا اليوم أفطر على هذا الأمر وهذا الأمر، فقال له الإمام ذلك، ولم يكن ذلك كما يقال ولم يكن ذلك دليلا ماذا؟ دليلا على وضوح الاستحباب في هذه الرواية. نعم، ما ورد في الفقه الرضوي من قوله: وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين، هذا ربما لو كان فيها سند ينظر ربما ينظر ماذا؟ ينظر في كونها دالة على
يعني دالة على الاستحباب، ولكن ماذا بعد النظر في سندها؟ لا بد من النظر في ذلك حيث قال. نعم. لا العلة المرض السقم، العلة السقم. يعني إذا أردنا أن نجمع بين الروايات من هذه الطائفة وهذه الطائفة، لأنه واضح أنه الروايات تعلو أكثر من وحدة، ونقول ماذا؟ أن هذه الرواية محمولة على العلة. الإفطار بالحلول يكون للسالمين، والإفطار بالتربة يكون للمريض. للمريض، ولكن بالمقدار المتبع، لأنه بالنتيجة الإفطار على التراب، أكل التراب في الأصل ماذا؟ محرم وكما هو معلوم. ثم قال، هذا بعد انتهى من الاستحباب، قال ويكره التنفل قبلها، يعني قبل ان يقيم الانسان صلاة العيد يكره له التنفل. قال بخصوص القبلية، يكره التنفل قبلها بخصوص القبلية. طبعا هسه هنا لعله ماذا؟ لعله يقال ما الذي يهدف إليه الشارح من قوله بخصوص القبلية؟ الشارح هنا يريد أن يبين أن الإنسان الذي يريد أن يصلي صلاة العيد يكره له أن يتنفل قبله، يعني أن يصلي صلاة نافلة قبل صلاة العيد. ما الذي يقصده الشارح من بيان أن للقبلية خصوصية في المقام؟ يريد أن يقول بأن الكراهة التي نتحدث عنها في هذه الحالة هي كراهة مأخوذة من القبلية خاصة قبل أداء فعل الصلاة. لماذا؟ قال لأنه بالنتيجة لعله باعتبار أن صلاة العيد تصلى مثلا بعد طلوع الشمس، لعله يوجد سبب آخر لكراهة غير هذه القبلية. ويقول عباده له شفت من النافله المبتدا يعني حرام سابقا، وهنا يقول يعني اذا تم الغيب هنا يكون مكروه يكره نفس الوقت. فيقول هنا الكراهه لا نتحدث عن يعني كراهه النافله المبتدا، الكراهه الخاصه بابتداء النافله، لكن الوقت هو نفس الوقت. لا يقول انه عندما نقول انه يكره التنفل لا نقصد بالتنفل لأن الوقت ما يعني لأن الوقت الذي يفعله الإنسان في صلاة العيد هو وقت الكراهة بالنسبة للتنفل، لا، إنما نقصد من الكراهة هنا الكراهة لأنها سبقت صلاة العيد، فقد تجتمع في هذه الصلاة التي تسبق صلاة العيد كما يقال كراهتان، من جهة أنه وقت يكره فيه التنفل من جهة أنه مثلا في وقت الطلوع أو بعد وقت الطلوع، وفي نفس الوقت ماذا؟ قبليته لصلاة العيد، فتجتمع فيه كراهتان. فعندما نقول بأنه يكره التنفل عليها قبلها نقصد بالكراهة الخاصة بهذه الصلاة، ولا نعني ماذا؟ ولا نعني بالكراهة، لأن وقت صلاة العيد يعني صلاة العيد حتى لو تأخرت عن ذلك، لأن وقتها إلى الزوال، حتى لو تأخر الإنسان في فعل الصلاة فإن الكراهة تبقى معها، لأنه كما هو معلوم الكراهة تكون بعد الطلوع، الكراهة تكون عند الضحى، ولكن إذا اقترب من الزوال سترتفع الكراهة، لكن مع ذلك تبقى الكراهة الخاصة بقضية صلاة العيد حتى إلى الزوال، لأن وقت الصلاة يمتد إلى الزوال. أما بالنسبة لبقية الأوقات الأخرى التي يكره فيها التنفل فهذه كراهتها من حيث الزمن لا من حيث قبليتها لصلاة العيد. لذلك قال ويكره التنفل قبلها، يعني قبل الصلاة بخصوص القبلية،
وبعدها أيضا إلى الزوال بخصوصه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ورد في بعض النصوص كما ورد في خبر محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى، قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة، لا قبلها ولا بعدها. وهكذا غيره من النصوص، حيث ورد في رواية صحيح زرارة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال. هذه إشارة ماذا؟ هذه إشارة إلى أن هذه القضية لا يفرق فيها بين قبل ولا بعد، كما أن هذه القضية لا فرق فيها بين إمام ومأموم. ذلك ماذا؟ لذلك قال: وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم، لا فرق في ذلك بين أن يكون الذي فعل هذه الصلاة القبل والبعد إماما أو مأموما، إلا بمسجد النبي، هذا استثناء بعد. فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه. بالنتيجة هذا يكون استثناءً. لماذا استثناءً؟ لأنه قد ورد ذلك عن المعصوم، ولذلك قال للاتباع، حيث ورد أنه في رواية محمد بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا في المدينة، قال: تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة. لماذا ليس ذلك إلا؟ يقول: لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله، فيكون ذلك ماذا؟ اتباعا، وفي هذا المحل بالذات لا في أي محل آخر إلا بالمدينة. يقول: نعم، لو صليت في المساجد لعذر أو غيره استحب صلاة التحية للداخل. هذا الإنسان بعد يأتي إلى المكان، وهذا المكان مسجد، والمسجد كما هو معلوم أن الإنسان داخل المسجد عليه أن ماذا؟ يستحب له أن يصلي ركعتين وهي تحية المسجد. فهنا يقول: لو صليت في المساجد لعذر أو غيره، باعتبار أن الصلاة في العيد يستحب فيها ماذا؟ الإصحاب، إما في مكان بارز وإما في الصحراء. في هذه الحالة لو صليت في المساجد لعذر، فيقول: استحب صلاة التحية للداخل وإن كان مسبوقا، باعتبار أنه هذا الشخص مثلا تأخر وحصلت الصلاة فدخل المسجد ووجد ماذا؟ ووجد الإمام يخطب بالناس، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك لا مانع ماذا؟ لا مانع من الالتزام باستحباب صلاة التحية. لذلك قال: وإن كان مسبوقا، يعني مسبوقا بالصلاة يعني تأخر، والإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة. لأنه ماذا يقول؟ هل يتابع هنا؟ هذا ليس مسجد النبي، هذه ليست المدينة. نقول: نعم، هذا الأمر صحيح، هذه ليست المدينة وهذا ليس مسجد النبي، وذلك لأن المتابعة هذه مشروطة بشرطين: أن تكون في المدينة في مسجد النبي، وفي المدينة في مسجد النبي الذي في المدينة. ففي مثل هذه الحالة عندما تسبقه الصلاة فخلص، لن يكون هناك اتباع، لأن الاتباع هو الفعل الذي يتبع فيه الإنسان غيره. أما في مثل هذه الحالة فلا يوجد فعل، لأن الفعل سبقه، عند ذلك سقط هذا الأمر، حيث قال: لفواتل الصلاة
المسقط للمتابعة. فإذا سقطت المتابعة جاز له ماذا؟ أن يصلي صلاة التحية حتى وإن كان الإمام ماذا؟ حتى وإن كان الإمام يخطو. قال ويستحب التكبير في المشهور، يعني يستحب التكبيرات وهي كما يقال واردة، بل قيل بأنها واجبة باعتبار أنه ورد فيها أمر، وعندما يرد الأمر في بعض القضايا يقع الكلام أنه محمول على أصله وهو الوجوب، أو أنه محمول على أقل من ذلك وهو الاستحباب. وهذه يعني هذه التكبيرات عقيب أربع صلوات واجبة، يعني في العيد المغرب والعشاء في ليلة الفطر وصلاة الصبح وصلاة العيدين. نعم ذهب البعض من الفقهاء ومنهم السيد المرتضى إلى وجوب ذلك، والسبب في ذهابه إلى هذا الأمر هو رواية سعيد النقاش، قال أبو عبد الله لي عليه السلام لي أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون. قال قلت وأين هو؟ قال في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع. قال قلت كيف أقول؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وهو قول الله عز وجل ولتكملوا العدة، أي إشارة إلى الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه إشارة ماذا؟ إشارة إلى هذه القضية أو هذه النص، يعني هذا النص الذي استفاد منه من ذهب إلى ذلك وهو السيد المرتضى إلى أن الأمر دال على الوجوب، الأمر في هذه في هذا النص وأمثاله دال على الوجوب. يعني هذه ما لو كانت وجود صلاة لا هذا ما له علاقة بصلاة العيد، لا ما له علاقة، هذا قبل ليلة العيد، يعني في ليلة الفطر، في ليلة الفطر هذه، يعني في ليلة هاي التكبيرات وردت. البعض اللي يقول هذا الوارد استحباب، البعض يقول هذا الوارد لا وجوب، مأمور بها الإنسان. ولكن في قبال هذه الرواية يوجد روايات ماذا؟ روايات أخرى أيضا وهي واردة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، كما أن هذه الرواية في نفسها أيضا ليست دالة على الوجوب، ولكن الشارح يبين أن السبب في ذهاب السيد المرتضى وبعض الفقهاء إلى هذا الرأي في القضية سببها الأمر، حمل الأمر على ماذا؟ على أصله، على ظاهره، لأن الأمر في الأصل يكون ماذا؟ يكون دالا على الوجوب، حيث قال وقيل يجب للأمر به في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته ليلة الفطر، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة للناسك بمنى، وعقيب عشر بغيرها وبها لغيره. إشارة ماذا؟ إشارة إلى المواضع، أي يعني يستحب التكبير في عيد الأضحى عقيب خمسة عشر صلاة لمن كان ناسكا في منى، وعقيب عشر صلوات لمن كان في غير منى، أو كان في منى لكنه لم يكن ناسكا، كما هو حال الأشخاص الذين يسكنون فيها ولكنهم ليسوا من الناسكين. وهذا الاستحباب مستنده ما ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، سألته عن التكبير أيام التشريق أواجب هو أم لا؟ قال يستحب، فإن نسي فليس عليه شيء. وهكذا كما أشار إلى ذلك
بعضهم. ولذلك ورد في صحيح زرارة عن الإمام الصادق: التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال: التكبير في منى في دبر 15 صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر 10 صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الذي قرأناه سابقا. وإنما جعل في سائر، هكذا تكبير كلامي، وإنما جعل في سائر الأمصار في دبر 10 صلوات، لأنه إذا نفر الناس في النفر الأول أمسك أهل الأمصار عن التكبير، وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير. هذا يعني بيان ماذا؟ بيان لكيفية التفريق بين الذين يكونون خارج في الأمصار وبين الذين يكونون في منى. قال: أولها ظهر يوم النحر، وآخرها صبح آخر التشريق أو ثانيه، ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها، باعتبار أن هذه الصلاة الفائتة إذا قضاها يكبر مع قضائها ولو في غير أيام هذا التشريق، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هناك قضاءان، والقضاء يكون ماذا؟ كما هو لا بزيادتين. ولو نسي التكبير خاصة أتى به، يعني لو فرض أنه صلى الصلاة ولكنه نسي التكبير فإنه يأتي به حيث ذكر. قضاء التكبير يعني على قول الأمر به يعني الهجوب يعني؟ لا لا لا، استحضار استحضار، تجاوز لا استحضار، هذا على الاستحضار. القضاء ليس خاصا بالواجب، صلاة الليل تقضى، ولكن ليس لا، القضاء بمعنى فعله مرة أخرى، يعني مشروعية فعله مرة أخرى. ما يحتاج نص جديد يعني؟ لا لا يحتاج، هو وارد أنه يقضى خلص بعد، وارد أنه يقضى خلص، حيث ذكر وصورته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر على ما هدانا إلى آخره، ويزيد في تكبير الأضحى على ذلك: الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وروي فيهما غير ذلك بزيادة ونقصان، باعتبار أن هذه النصوص الواردة لعله ماذا؟ لعل البعض زاد فيها شيئاً والبعض ماذا؟ والبعض أنقص منها كذلك. حيث قال: وفي الدروس اختار الله أكبر 3، لا 2، لا إله إلا الله الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. وما دام الكل جائز، جل وارد، فالكل جائز، باعتبار أن هذا داخل تحت الاستحباب، والاستحباب إذا اختلفت أفراده فكله ماذا؟ فكله مقبول، لأنه ماذا؟ لأنه داخل تحت عنوان عام، وهو عنوان الذكر، والذكر كما قال الشارح حسن على كل حال. ولذلك قال: وفي الدروس اختار الله أكبر 3، لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. ثم قال: والكل جائز، لأنه مروي، جائز لأنه مروي، إنما كان الجواز بسبب ماذا؟ بسبب كونه واردان. وذكر الله حسن على كل حال، حسن على باعتبار أن هذا كله ذكر، وما دام مروي فلا مانع ماذا؟ فلا مانع منه على كل حال. إن شاء الله بقية الحديث يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.